وصلت سيارة جديدة من الصانع الأمريكي فورد إفرست 2024. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن نسخة الليميتد بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن أحدث سيارة SUV وصلت لسواقنا من الصانع الأمريكي فورد إفرست 2024. سيارة ما شاء الله بتصميم عصري، مواصفات جذابة وكثيرة ومتنوعة. فقبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف. إفرست بشكل سريع، مثل ما نلاحظ طبعا ما شاء الله تصميم الواجهة الأمامية نفس التصميم اللي هو موجود على فورد رانجر كتصميم خارجي ما شاء الله. طبعا مواصفاتها متنوعة، من أنظمة استشعار، من نظام سلامة، كلها موجودة عليها بشكل كامل. نجي للواجهة الأمامية، أول حاجة نلاحظها الإضاءات. طبعا جاية هنا نسخة الليميتد هي فئة الفل كامل. خلونا نشوف في البداية قبل ما نتكلم عن الإضاءات والتصميم الأمامي نتكلم عن السعر. أتوقع الكل يهتم بالسعر، 185,900، وهذه تفاصيلها. طبعا نتكلم عن ضمان ونتكلم عن تجهيزات السلامة بشكل كامل. مثل ما نلاحظ هنا الواجهة الأمامية بالنسبة للإضاءات فكلها LED بالنسبة للعالي والواطي، مع كاميرا أمامية طبعا وحساسات أمامية ورادار أمامي، كشاف ضباب طبعا بالجزء السفلي. هذه الواجهة الأمامية بشكل كامل. مثل ما نلاحظ تطعيمات الكروم اللي موجودة هنا، الشبكة الأمامية مثل ما نشوف باللون الرمادي. طبعا تصميم جميل وعصري، السيارة مرتفعة ما شاء الله عن مستوى سطح الأرض بشكل ملحوظ وجميل. الجنوط كروم، مقاس الجنب تقريبا 20 إنش، ونشوف تفاصيل الجنب بشكل كامل. جاي باللون الرمادي، طبعا مقاس الجنب 21 إنش. هنا مثل ما نلاحظ أسفل النوافذ خط أو شريط من الكروم، بالإضافة للدعاسات الجانبية، والمقابض طبعا مطلية بالكروم بشكل كامل، وفيها خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة هنا المفتاح طبعا. وعندنا هنا إشارات بالمرايات بالإضافة لكاميرا جانبية، وهذا الجزء جاي كروم بشكل كامل، فتحة بالسقف وعوارض بالسقف، طبعا سقف بانوراما. وعندنا هنا عوارض، وعندنا هنا الأنتنة اللي موجود بالخلف مع جناح خلفي، بصمة الناغي، وكيلة بالمملكة 4x4، دفع رباعي، حق خلفي. طبعا هذه الكهرباء وحساسات خلفية أكيد موجودة عليها، وهذه السيارة بشكل كامل. طبعا بصمة الليميتد موجودة هنا، المحرك بتيربو مدعوم بتيربو. انتهينا من تجهيزاتها الخارجية. طبعا السيارة مبنية على قاعدة عجلات أكيد اللي هي الفورد رينجر. خلونا الحين ندخل للجزء الداخلي ونتكلم عن تجهيزاتها الداخلية ونتكلم عن بعض منافساتها. فقبل ما ندخل للجزء الداخلي نتكلم عن القلب النابض. إذا جينا لمحرك فورد إفرست 2024 بنتكلم بالتحديد عن محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر، مدعوم أكيد بشاحن توربيني. طبعا الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 296 حصان والعزم 420 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 10 سرعات أكيد بتقنية الإيكو بوست، إمكانيات جدا عالية وموفرة للوقود بنفس الوقت. عندنا استهلاك البنزين نتكلم عن 11.9 كيلو، التقييم جيد جدا، بنزين 91، دفع رباعي 2024 أوتوماتيك 2.3 لتر، سعة خزان وقود تقريبا 80 لتر. خلونا نلقي نظرة سريعة على إمكانياتها بشكل سريع، وهذه الإمكانيات مثل ما ذكرنا. والحين بشكل سريع طبعا مثل ما نلاحظ المحرك، بطل المحرك هنا عندنا بطانة داخلية أكيد، وعندنا كنوع من أنواع العزل سيارة فيها عزل ممتاز، وهذا هو المحرك. رأيكم بالسيارة بشكل سريع ومحرك السيارة وإمكانياته، أشوف إنها إمكانيات عالية مقارنة ببعض المنافسات. ندخل للجزء الداخلي ونشوف بشكل سريع.
والحين نبدا اكيد بالمقصوره الخلفيه كالعاده يا ساده. عندنا المقصوره الخلفيه نلاحظ القفله المركزي تخشيبه فورمايكا بالاضافه لكروم مساحه تخزين وجلود ما شاء الله وتطريز باللون الابيض مراتب طبعا مثل ما نلاحظ جلد بشكل كامل. بامكانك بس تحرك هذا الزر وتنطلع معك مرتبه بشكل كامل. مساحه تخزين موجوده هنا وعندنا هنا كمان حامله اكواب بالجهتين. سقف البانوراما واضح بشكل كامل وعندنا هنا مثل ما نلاحظ حامله اكواب وتكايه بالوسط مثبت لمعطف الاطفال او الايزوفيكس. مساحه تخزين موجوده هنا. عندنا منفذ يو اس بي وفتح التحكم بالتكييف موجود بالخلف وهذه المساحه الخلفيه. فجالس فيها بكل اريحيه من انه المرتبه الثانية راجعة للأخير لكن الجلوس فيها بكل أريحية ونظرة سريعة على الشاشة. ما شاء الله شاشة عملاقة تقريبا نفس ال 150. إذا جينا لهذا الجزء طبعا مثل ما نلاحظ الشنطة الخلفية تنفتح وتتقفل كلها كهربائية تطوي المرتبة. طبعا اضاءات LED تطول المرتبه او ترفعها، رياضه من الوكاله، المنفاخ، كل هذه الامور موجوده. وهذه الشنطه تقفلها بهذه الطريقه بضغط الزر. من الناحيه الثانيه طبعا الارضيه بشكل كامل باللون الاسود مثل ما نلاحظ. اذا ما حبيت انك تطويها من هذه الناحيه بامكانك بس ترفع هذه وتنطوي معك المرتبه بشكل كامل. طبعا الجلوس فيها بالمرتبه الاخيره برضو تعتبر مناسبه. نلاحظ هذه الجزئيه هنا طبعا كروم تصميم جميل اكسسوارات اضافيه بس جايه بشكل جميل. وعندنا عباره تيربو بشكل عريض وبالخط العريض فيها النقطه العمياء طبعا. وهذه مراتب جلد تحكم فيه كهربائي بالنسبة للسائق وللراكب. هنا مساحة تخزين، نوافذ كهربائية، القفلة المركزية، المقابض الداخلية طبعا جاية مخفية بهذا الجزء بشكل جميل. فتحات التكييف هنا بيانو بلاك مع كروم بشكل بسيط وهنا أسفل برضو كروم. تفتح هذه المساحة طبعا تقريبا شايف كان في فتحات للتكييف كجزء من تبريد كذا بشكل جميل. مثل الراس نشوفه بشكل بامكانك تحركه بكل بساطه طبعا سواء ترفع او تنزل بكل بساطه مثل اللي هو على الراكب او السايق. الحين خلونا نروح من ناحيه السايق. وهذه يا ساده يا كرام بشكل كامل النوافذ هنا كلها كهربائيه، التحكم بالملايات الجانبيه، القفل المركزي في كل الابواب طبعا، هنا التحكم بالاناره بشكل كامل. وفتح الشنطة الخلفية نفتح ندخل داخل السيارة. وهذه الداخلية مثل ما شفنا الشاشة هنا التحكم بالدركسون، خروج عن المسار بالإضافة للحفاظ على المسار ومثبت السرعة، أوامر صوتية، الرد على المكالمات، التحكم بالعدادات طبعا. هنا شاشة مثل ما نشوف 9 إنش. وهذه الشاشة برضو عندنا مناخ داخل السيارة منفصل، شاحن لاسلكي، غير مثل ما ذكرنا 10 سرعات، حاملة أكواب، بريك إلكتروني. عندنا هنا وضعيات القيادة أو أنمطة القيادة، دفع الرباعي عندنا هنا موجود، ثقيل خفيف كله موجود هنا، منفذ 12 فولت، تشغيل السيارة بالبصمة، الدركسون مكسب الجلد. طبعا اذا جينا لبعض المنافسات نتكلم عن تويوتا فورشن، نتكلم عن نيسان اللي هي الباثفندر، نتكلم بالتحديد او الاكستيرا، وعندنا برضو اللي هو من اسيزو ميو اكس. هذه كلها تعتبر منافسات لفورد إفرست. عندنا هنا الشماسات فيها مرايات، فيها اناره بالنسبه للسائق وللراكب. وهذه التغطيه بشكل كامل حبينا نغطيها لكم. طبعا السيارة وصلت تقريبا من 3 أيام فحبيت إن أتكلم عنها بشكل مختصر وسريع. الله يعطيك العافية يا غالي. وبكذا أتمنى التغطية عن فورد إفرست 2023.
24 جريدة كليا من صالة الوكيل بالمملكة بالتحديد. أتمنى تغطية نالت إعجابكم. طبعا أعطونا رأيكم بالسيارة وتقييمكم للسيارة للتصميم الداخلي والخارجي والتجهيزات. مناسبني تجهيزاتها كثيرة ومتنوعة من ناحية السلامة أو من ناحية نظام الترفيه بشكل عام، فيها أشياء كثيرة ومتنوعة طبعا. وبس نسخة الليميتد هي تعتبر فئة الفل كامل، شفنا سعره بشكل كامل. بإذن الله في الأيام الجاية راح نأخذ التست درايف وتجربة قيادة، وراح نصور لكم باقي الفئات سواء اللي هي النصف أو الستاندر. فمثل ما ذكرنا أتمنى تغطية نالت على إعجابكم. طبعا ما شاء الله حساسات أمامية وجانبية، توقع فيها الأوتوبارك كمان. فهذه بشكل كامل، في أمان الله.